سوبيب بيتش هو أحد فناني كمبوديا الأكثر إثارة وشهرة على الساحة الدولية. تشكل منحوتاته المميزة من الخيزران والروتان عالم الفن المعاصر في آسيا الجنوبية الشرقية. سوبيب هو واحد من أكثر الفنانين الذين قابلتهم ثباتا وعزما. إنه شخص واضح حيال السبب الذي جعله فنانا. تحدث النقاد عن ذاكرة البلاط التي تميز عمل سوبيب، وهذا يعود لأشكالها الحسية. أعتقد أن هذا يقود لفكرة الممارسة الفكرية الكبيرة في محاولة الاستفادة من شيء طبيعي وعميق جدا فينا، وهو ارتباطنا مع مواردنا المادية، مع الأرض ومع الأشياء التي تجعلنا ما نحن عليه. يجب أن يكون هناك عالم أستطيع العيش فيه. يجب أن يكون هناك مكان صغير لي، فقد كان طموحي دوما أن أجد ذلك العالم الصغير. ولد سوبيب في بلدة صغيرة قرب مدينة باتامبانغ في كمبوديا عام 1971. هنا تعلم الأساليب التقليدية لحدادة المعادن والتي ورثها عن والده، وهي تقنيات أصبحت جزءا من عمله اليوم. كان والدي دائما يقول لي إذا جعت فإنك ستضطر للبحث عن الطعام، لذا فقد علمني كيف أصنع عقافا، وقد وضعت عليه دودة واصطدت أول سمكة لي. كان أبي فخورا. لاحقا طوع سوبيب مهارات والده اليدوية التقليدية ليصنع أشياء فاتنة. ففي عام 2002 صنع ماونتن سبرينغ، وهو شكل يلفت الانتباه إلى فخ صيد خميري. إذن هذه الأشياء هي استذكار لأشياء من طفولتي. فمثلا إذا ذهبت إلى القرية ترين أناسا يكدسون شيئا يشبه كومة القش، لها هذا الشكل، شكل الجبل. لكن الناس أيضا يصنعون أفخاخا لصيد السمك، تكون طويلة ويضعون الطعم في الفتحات لجذب الأسماك. أراد أن ينتج عملا يعكس تجربته الشخصية في كمبوديا، وذلك باستخدام تقنيات محلية تعلمها من والده وهو ولد صغير، كصنع أفخاخ صيد السمك وصنع السلال. لئن كان سوبيب أمضى طفولته في اللعب بالكرات الزجاجية وأفخاخ صيد السمك، فإنه نشأ كذلك خلال حكم الخمير الحمر الوحشي والذي حصد أرواح مليوني شخص. لم يكن لدى أبي أمل في أن تصبح حال البلد أفضل، والطريقة الوحيدة للحصول على حياة أفضل هي أخذنا إلى مكان نستطيع فيه أن نحصل على تعليم لائق، لذا كان مستعدا للمخاطرة بكل شيء. حملت أمه أخاه الأصغر على ظهرها، وأمسك والده بيده عندما عبروا الحدود إلى تايلاند. هذه الذكريات وجدت طريقها لاحقاً إلى النصب الذي صنعه والذي يدعى 1979. كان منظراً يصف تقريباً ما بعد الكارثة، إذا كانت هناك أشياء تركت في مكانها كالمنظار، وكان هناك الغلاف الخارجي للقنبلة وجواميس في الحقل، كان كل شيء مبعثراً. كطفل كانت تلك الأمور غريبة جدا، ففي النصب صنعها بنفس الحجم كما يمكن لطفل صغير أن يتخيلها. في نهاية النصب كانت هناك أول قطعة ينتجها على شكل بوذا والمستوحاة من أحد المعابد. تكمن أهمية المعبد في أن كل ما بداخل الجدران عبارة عن بقع حمراء في كل مكان. تصورت أن أشخاصا ربما قتلوا في المعبد وكانت هناك دماء، ولأجسد ذلك صنعت منحوتة بوذا الأولى لي. إنها منحوتة لبوذا بنمط الحد الأدنى، وهي جميلة حقا، لكن سوبيب ترك الخصلة تتدلى للأسفل والأطراف السفلى لخصلة الروتان، جعلها محمرة لترمز للدماء. بعد أن ترك سوبيب العنف خلفه وصل إلى كاودانغ، وهو مخيم لاجئين في تايلاند. هنا وبعمر 12 تقريبا حظي بلقائه الأول مع الفن. فتنته لوحة مرسومة بالألوان المائية لمنظر طبيعي نموذجي في كمبوديا رسمها طفل صغير. عندما ترين شيئا بهذا الجمال للمرة الأولى في حياتك يبقى عالقا في ذاكرتك. هاجر سوبيب إلى الولايات المتحدة عام 1984. اختفى عالم الفن بسرعة من حياة سوبيب بعدما قرر والده أن الطب سيكون مهنته. كوني الابن الأكبر توقع أبي مني الكثير، قال لنفسه ابني سيرد اليدين بطريقة أو بأخرى، ولم يتضمن ذلك أن أصبح فنانا. لكن مهنة سوبيب الطبية لم تدم طويلا. عام 1991 التحق بتخصص رسمي في جامعة ماساتشوستس، فخالف التقاليد ليسعى لتحقيق أحلامه. كوني أجنبيا لم أحظى بالكثير من الأصدقاء، ولم أعرف كيف أكون صداقات كثيرة، فكان الفن نوعا من الهروب عن العالم الحقيقي، وعلمت أن هذا ما سأعمل به.
عبرت لوحات سوبيب الأولى عن ذكرياته عن بلاده وعن السياسة في ذلك الوقت. رسم صوراً شخصية لسجناء من سجن تولسلينغ وهم ضحايا نظام حزب الخمير الحمر. رسمتها أساساً بقلم مصنوع من الخيزران وبفرشاة وحبر. تركت مغادرة بلاد عانت من العنف والظلم أثراً بالغاً في نفسه. كان الأمر أشبه بمحاولة استلال شيء من داخلي كي لا يكون لزاماً علي أن أعاني معه على المدى البعيد، ونتيجة لذلك تجاوزت تلك المرحلة الشخصية وأصبحت شخصاً آخر. وفي عام 2004 بحث سوبيب عن مصدر إلهام آخر دروسه في كلية الطب، وباستخدام فأس وسكين جزار وكتبه الدراسية القديمة التي حملها معه شرع في صنع منحوتته الأولى وهي رئتان. كنت فقط أنظر إلى الكتاب الطبي وبدأت بعمل رسومات لهذه الأشكال الداخلية مثل المعدة والكبد والرئتين. بدأت بصنع هيكل لرئتين لأنني كنت أدخن بنهم. قال مدير المركز الثقافي الفرنسي في ذلك الوقت لسوبيب: إن ذلك العمل جميل وحديث في أشكاله. وعندما أخذ الفنان بتلك النصيحة كان طرازه الفني المميز قد ولد بالفعل. قادت تجاربه مع سكين وقطعة من خشب الرطان لبداية حياته المهنية الفنية الدولية. منحوتتي الأولى كانت الصمت، ثم منحوتتي الثانية الدوامة. عكس هذان العملان الفنيان طبيعتي كشخص وأمليا علي طريقة عملي منذ أن صنعتهما. منذ طفولتي الأولى كانت جميع الأمور تحوم حول الجوع، كان هو الشيطان والوحش، كان نوعا من الحركة الدائرية، وبدأت أفكر بشأن الصلات والعلاقات العائلية ودورة الجوع. بدأ الأمر مثل كليشيه مبتذل. الكثير من عملي يدور حول الازدواجية، عادة ما يكون عبارة عن شيئين متصلين ببعضهما. إن مجسمات سوبيب الفنية الأولى تمثل الأعضاء الداخلية لجسم الإنسان، لذا كان من الواضح تأثره بالسنة التحضيرية الطبية في الولايات المتحدة، لكن أعتقد أيضا أنها طريقة للتفكير بشأن التجربة الإنسانية والارتباط الإنساني والعلاقة بين الداخل والخارج. أساليب سوبيب التجريبية وقدرته على صنع هذه الروابط الخفية هي ما تجعل فنه فريدا جدا. سوبيب بيتش معروف بتركيباته الطبيعية هندسية الشكل. يستكشف عمله الحلقات والعلاقات مستمدا ذلك من ذكريات طفولته خلال حكم حزب الخمير الحمر، ومن بحثه عن الانتماء في الولايات المتحدة، وحتى من كتبه الدراسية الطبية. في عام 2002 عاد سوبيب إلى كمبوديا وتحديدا إلى بنوم بين، وهي مدينة لم يذهب إليها من قبل. وقعت في حبها، كانت حواسي تتفجر، كنت أشم رائحة المباني والغبار والهواء، كل ما فيها شهي. منذ عودته إلى كمبوديا بدأت أعمال سوبيب الفنية تعكس هويته المهجنة. بحث مجسمه الفني مزدوج لعام 2008 الروابط والصدمات لعالميه المختلفين. ثمة العديد من الطبقات لفكرة الازدواجية، لكن أن تكون شخصاً من هنا ولد هنا ثم ذهب إلى مكان آخر ثم عاد، أعتقد أن هذا يجعل المرأة دائم التنقل بين عالمين مختلفين. هذا النحت هو الذي جسد مبدأ عدم الهدر لديه، وهي عادة متأصلة في صنعه لأعماله الفنية. صنع عمله الازدواجية باستخدام 4 أشجار خيزران كاملة مع عدم رمي أي شيء منها مع بعض الأغصان. من غير الممكن استخدام كل شيء، لكن يمكن استخدام معظم الأجزاء مما نستخدمه، هذا مهم جدا. تنمو أشجار الروطان والخيزران في المدار الاستوائي، وهي من أسرع النباتات نموا في العالم، لكن بالنسبة لسوبيب فهي ليست فقط الأسهل من ناحية الحصول عليها ولا الأكثر ملائمة، بل الأنسب من ناحية التكلفة. لم أولد في عائلة غنية ولم أبدأ بصنع أعمال الفنية باستخدام مال كثير، لذا اضطررت لاختيار المواد الأرخص. كان استخدام هذه المواد نابعا من الحاجة، أصبح الأمر وبدا اختيارا لاحقا لأننا صرنا نتقبلها ونحبها. بدأ باستخدام الرطان في عمله كمادة نحتية، وكانت تلك نقطة تحول كبيرة، كانت قفزة فكرية، وهو كمن وجد ما يناسبه كفنان. عندما تفكرين بأثاث الخيزران التقليدي، كان ذلك الإحساس المألوف مرتبطا بالسياق والمحيط لدى جماهير آسيا الجنوبية الشرقية،
كنت أقود دراجتي الهوائية خلال الحي الذي كنا نسكنه، وكان هناك محل لبيع الروطان، فقلت لنفسي لما لا أدخل إلى هناك وأسأل البائع عن سعر أشجار الروطان. مع علامة سوبيب التجارية الحديثة زاد على روح عدم الهدر الخاصة بهم مبدأ جديدا، وهو عدم سلوك طرق مختصرة. أعتقد أن صنع مجسم فني يتضمن صنع كل شيء بنفسك، ليس مهما أن تنجزه بشكل أسرع، وليس بالضرورة أن يكون العمل أسهل. بالنسبة لسوبيب، جزء مهم من صنع مجسمه الفني هو اختيار الخيزران أو الروطان الذي سيستخدمه. أخذنا إلى تشامبوك مياس حيث أرانا كيف يختار مواده. بالنظر إلى الخيزران نستطيع أن نرى مثلا الفرق بين هذه الشجرة وتلك وأي واحدة نفضل. بالنسبة لي شخصيا أحظى ببعض الإلهام من ذلك للأعمال القادمة، فمثلا في لحظة معينة أقطع الخيزران وأرى قشور الأشجار كلها وأنماط الخيزران الخارجية للمرة الأولى، لأنني هنا بجانبها وهي تجبرني على النظر إليها. في مثل هذا النوع من العمل الشاق يعتمد سوبيب على دعم فريقه. يشعر المرء بالوحدة عندما يعمل بمفرده، فمع التقدم بالعمر لا تريد أن تحمل أشياء أو تقطع أشياء تحتاج أن تبذل فيها جهدا جسديا. هنالك أشخاص آخرون قادرون أكثر على القيام بها، إنهم يساعدونني وأساعدهم، وأنا محظوظ جدا بهذا الفريق. بدأ مساعد سوبيب الأول توما بالعمل معهما مع بداية عمله في صناعة المجسمات الفنية عام 2004. من المثير للدهشة حقا هو أن هذه الأعمال البسيطة التي لا تحتوي على نقوش خامرية تقليدية تجذب اهتماما عالميا كبيرا. هل سنقطع هذه الشجرة؟ هذا جميل. إنه يشارك في كل جانب من صناعة عمله الفني، إنه صانع، أعني أنه فنان يصنع الأجسام الفنية وهو مهتم بكل جانب من المواد. يمكنك حقا أن تشعر بالدقة وأثر اليد البشرية في كل عنصر صغير من مجسماته الفنية. حتى عندما أقطع الشجرة لا أريد أن أتلفها، أنا حريص، لا أريد أن أفسد الخيزران. وهذا الأمر الآخر الذي يدور حول قطع الخيزران بنفسك، يمكنك أن تختار الاحتفاظ بذلك وألا تتلفيه، لكنك إذا اشتريت الخيزران من المستودع إذا قطعوه يكون شكله عادة هكذا، ثم يقطعون هذا الجزء. بعد قطع الخيزران من الأشجار يتم قطع القصبة وإزالة النتوء لجعلها متساوية وفصل القطع وتجذيب الخصل لتصبح جاهزة للنسج في المجسم الفني. العمل باستخدام الروتان والخيزران صعب جدا لأنه يحتاج لنزع الخصل وجعلها مرنة قبل تشكيلها. مع تطور عمل سوبيب عبر الزمن أصبحت أشكاله مصقولة بطريقة أفضل. كانت تركيباته الفنية متقنة جدا ومذهلة للغاية، كانت أساليبه في تقدم واضح وأصبح قادرا على استخدام المواد. استوحي عمل سوبيب الفني الدقيق والمتقن الطوافة والبناء من علاقاته مع بيئته والأشكال من حوله. في عام 2008 طرد سوبيب وأكثر من 3000 عائلة من منازلهم بالقرب من بحيرة بوينكاك لتوفير مساحة لمشروع تطويري. حتى بعد بداية القرن 21 لا يزال الريف مليئا بمواد متعلقة بالحرب والتي لا نزال نراها، مثل هياكل الدبابات والطائرات المروحية، وتأخذ هذه الأشياء إلى المصنع وتجري عليها عمليات مثل إعادة التدوير، ثم تعود على شكل أسلاك ومسامير وأشرطة. لذا رأيت في ذلك ما يمكن ربطه بالنسبة لي، فقد أصبحت مواد القتل مواد بناء. لكن بعدها يحدث أيضا أن تبنى المدن ثم تهدم كل الأبنية. هذا نوع القضايا العالقة في ذهني. كان استقراء قويا جدا فيما يتعلق بالتطوير الحضري والتهجير، لكن توجد أيضا حقيقة أن المدينة تطفو حقا على أرض مضطربة جدا، ثم تبلورت أكثر في نصب مجمع مثل مظهر المدينة الذي يملأ الغرفة، وقد كانت قطعة مرنة أيضا حيث يمكن إعادة تنظيمها بطرق عدة والتي كانت تتغير باستمرار بناء على المكان الذي تعرض فيه.
ارتباطه ببلده وصنع أعماله من أرضه والعمل بيديه، كل ذلك منح سوبيب الحرية التي طاق لها. شعرت كما لو كنت فراشة، كنت أعمل 12 ساعة يومياً، كنت أسعد من أي وقت مضى. العمل لستة أسابيع لصنع مجسم فني واحد، هذا وجه جميل من أوجه الحرية. غارقاً في عالمه من الجمال والحرية، استمر عمل سوبيب بالتطور. اقتحم سوبيب بيتش من كمبوديا الساحة العالمية بمجسماته الفنية المصنوعة من الخيزران والروتان. خياله الطفولي وإدمانه على العمل اليدوي هما ما يجعلان فنه يتميز بالجودة بين نظرائه. ومع تطور أساليب عمله تطور فنه كذلك. ومع التزامه بفلسفة الترشيد واستخدام مواد محلية المصدر، بدأ سوبيب عام 2010 بصنع لوحاته الشبكية. تأثر كثيرا بفنانين من أمثال قسطنطين برانكوتشي وغيره من أصحاب هذه التجارب الشبكية الحداثية، وذلك باستخدام الروتان والخيش والخيزران، فهو يتعامل مع مواد يجدها حوله. أحب الشبكات، إنها أسلوب يستطيع أي أحد تبنيه. يمكن للشبكات أن تنتمي لأي أحد. لا أتعامل مع لوحتي على أنها لوحة، أتعامل معها وكأنها مجسم فني. وكمجسمات فنية ترين كل شيء من خلالها. الشفافية، ظاهريا ترين سطحا صلبا، لكن لا، فهو يحتوي على الثقوب وترين ما هو وراءه من خلاله. إنه يستخدم الخيشة من السوق المحلي لإصلاح الشبكات. أريد أن تكون قصة طريقة صنع اللوحة جزءا من العمل الفني أيضا، لذا فهي مصنوعة من هذه وبهذه الطريقة. غطى الخيش بتراب جمعه من بلدان مختلفة، لذا فاللوحة متأصلة جدا بالبيئة حوله. لعب كثيرا على وتر تحويل اللوحة التجريدية الهندسية المفتقدة إلى خاصية تمثيلية إلى شيء غني ومليء بشكل لا يصدق بمعلومات حول الحياة والمجتمع والبيئة في كمبوديا. أجد ذلك شيئا مشوقا للاستخدام، أعني الأشياء التي لها هوية. انظري إلى هذه هنا، إنها ظريفة جدا. انظري إليها، لها شخصيتها. حتى بعض الفنانين المعاصرين لا يستطيعون جعل العمل الفني مثيرا للاهتمام، وصنعت هذه اللوحات دون أي نية لجعلها مثيرة للاهتمام. ما يرميه الناس وما لا يعتبرونه مهما نعتقد بأنه مهم. ومع تمسكه بمبادئه بعدم سلوك طرق مختصرة، يصنع سوبيب طلاء الفحم الخاص به من شمع العسل. سافر إلى محافظة راتانا كيري في شمال كمبوديا لجمع شمع العسل الصافي والخام هذا. أحب هذه الرائحة، إنها رائحة العسل الجميلة الحلوة، واللون لا يمكنك منافسته. يتم غلي شمع النحل ثم يضاف الفحم إلى الوصفة. هذا هو نفس الفحم الذي نستخدمه بالطبخ، إنه فحم من الخشب وهو طبيعي 100%. أحب هذا اللون. لم يسبق لي أن صنعت طلاء أسود زيتيا، ولم يسبق لي أن أبديت اهتماما به، لكنني أحب هذا المزيج من الفحم والشمع. يتعلق عمله بشكل كبير بمفهوم التسلية والاكتشاف ومفهوم الصنع، أعني إنه صانع. بالنسبة للمزيج الذي طبخه، يصبه سوبيب على الخيش. إنها عملية جسدية وليست مجرد شيء تقوم به باستخدام فرشاة صغيرة. لا يبدو الأمر كطلاء لوحة بالنسبة لي، بل كطلاء منزل. عندما يتعلق الأمر بعملي الخاص تكون الصورة مفاجئة. إذا اعتقدت بأنني وصلت إلى نقطة ما ولم أحرز تقدما أكثر مما سبق، أعلم بأن ذلك العمل لم ينجز. يستمر سوبيب بإدهاشنا بأحدث لوحاته من خطوط الخيزران والصبغات الطبيعية. إذا سألت نفسك ماذا يحدث إذا وضعت قطعة من الخيزران في الطلاء ثم وضعتها على قطعة من الورق، فجوابك سيكون لا أعرف. بعدها ستقومين بالمطلوب. مع مجموعة أدواته المخصصة وعود الخيزران وقطعة ورق وأكسيد الحديد، أضاف مكوناً جديداً وهو الموسيقى،
ليترك عود الخيزران الموثوق يتكفل بباقي العمل. يبدو الأمر منطقياً تماماً بالنسبة لي، فقد حسن طريقتي في التفكير. أعتقد أن عملي يعتمد على الحدس جداً وغير مخطط له، كما يتطلب صبراً، وعليك أن تستمتعي بما تقومين به لتنجزي هذا النوع من العمل، بالتأمل ببطء وبالنظر عن قرب ومحاولة التقدم بعمق أكبر للداخل. أعتقد أن رسم اللوحات شيء يحمل عنصر الحنين بالنسبة له، ليعود لتلك الأيام التي كان يصارع فيها لإيجاد صوته كفنان، وربما يكون ذلك الوقت من مهنته الذي يريد فيه إعادة البحث في فصل سابق بشكل مختلف. عمل سوبيب الفني مليء بالتفاصيل المعقدة والارتباطات الخفية، وهو دائري بطبيعته، ومن لوحاته وتركيباته الفنية الأولى إلى تركيباته الفنية الهندسية ولوحاته التجريدية المعقدة، كلها مرتبطة بأحدث مجسم فني له، مجرد وردة. لن يأتي طفل للوحة الشبكية ويقول يا إلهي ما هذا وماذا يعني؟ سيأتي الطفل إلى وردة ويقول يا إلهي ما هذه الوردة؟ ربما لا تحمل معنى غير ذلك، وربما لا بأس بذلك. ليس عليك صنع وردة لها معنى. تنعكس الحلقات في عمل سوبيب الفني في حياته. تطلبت عودة والده إلى كمبوديا، وهو الرجل الذي علمه كيف يعمل بيديه 30 عاما. قال لي يا ولدي أنت فقط تصنع السلال، أحقا يدفع الناس مالا من أجل هذا؟ قلت نعم، أعرف أنه أمر جنوني، إنه حقا جنوني. كان هناك اهتمام لا يصدق بعمل سوبيب الفني من جميع أنحاء العالم، وأعتقد أن هذا العمل مصنوع بطريقة تتجاوز الأشكال الفنية وتتجاوز اللغات الفنية. نجح بشكل كبير جدا في توحيد مصطلح ثنائي الحول، وهو استخدامه لمواد محلية مع لغة فنية بصرية عالمية مفتوحة، وأعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي لنجاحه الباهر في عالم الفن اليوم. إنه يخاطب هذا الجزء العميق من نفسك حيث يتردد صداه، هنالك جمال ونواح جمالية خاصة تجذبك فتصبح هذه تجربة مختلفة. أعتقد أنني أستغل وقتي لفعل شيء مفيد ومميز أو فريد لحياة الآخرين.